السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد مع مصطفى ريفيوز. النهارده هنتكلم عن تليفون Nothing Phone، مواصفات وسعر الهاتف، خليكم معانا. اول حاجه هنبدا بيها تصميم وشكل الجهاز، وزي ما احنا شايفين شكل الجهاز من الامام ومن الظهر، وهندخل بقى على المعلومات الاساسيه. 159 بالنسبة للطول، 75 العرض، للسمك 8.3، وزن الجهاز 193.5 جرام، بيجي بطبقة حماية جوريلا جلاس، وبيكون ألوانه أبيض وأسود وداست بروف وسبراش بروف بالنسبة للحماية بتاعت المية. بالنسبة بقى للشاشة، هندخل بقى على معلومات الشاشة. شاشة أوليد 6.5 إنش، 1080x2420x9402 بي بي اي، 85% نسبة الشاشة من الجهاز، عليه طبقة حماية جوريلا جلاس 5، بيجي ببونش هول ديسبلاي، وبيكون 1200 نتس بالنسبة للسطوع، وبيدعم ال HDR10 بلس 120 هرت ريفرش ريت. بالنسبة للكاميرات، بيتكون من كاميرتين، كاميرا أساسية 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f1.8 وايد انجل، والعدسة التانية 50 ميجا بكسل f2.2 الترا وايد. سنسور العدسة من اكزيمور، بتدعم الاوتوفوكس والتثبيت الالكتروني البصري، فيها فلاش ليد وريزوليوشن زي ما احنا شايفين، ودقة كاميرات الفيديو زي ما احنا شايفين، ويكون فيها ديجيتال زوم واوتو فلاش وفيس ديتكشن وتاش تو فوكس، وفيها كل التفاصيل اللي احنا محتاجينها. بالنسبة للعدسة الأمامية، هي 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f2.2 وايد أنجل، طبعا من إكزيمور. الفيديو بتاعها 1920x1080 30 فريم في الثانية. ده بالنسبة لإمكانيات الكاميرات الموجودة، ونقدر نشوف الفيديو، نوقف الفيديو ونقرأ كل التفاصيل اللي احنا محتاجينها عشان خاطر نعرف أكتر عن الكاميرا. خلينا بقى ندخل على المعالج ومواصفاته. بالنسبة للمعالج، سناب دراجون 778 جي بلس، معمارية 64 بت 6 نانومتر، ومعالج رسوميات 642 ال من أدرينو، مع رامات 8 جيجا بايت LPDDR5، وذاكرة داخلية 128 جيجا. نوع الذاكرة، اللايك والشير والسبسكرايب، وانتظرونا في فيديوهات وحلقات تانية جديدة، واتفرجوا على كل الفيديوهات بتاعتنا الموجودة على القناة. سلام.